تمام الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله والمدير الرسمي المرافق للسمو يتوجه إلى العاصمة البريطانية لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. رئيس مجلس الوزراء العراقي يقول إن قوى الإطار التنسيقي على استعداد لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة. مجموعة الأزمات الدولية تحذر من مخاطر عدم تمديد الهدنة الأممية في اليمن، مؤكدة مخاوفها من الدخول في مرحلة جديدة من الحرب. السلطات في كييف تقول إن القوات الروسية أطلقت ليلة أمس أكثر من 30 قذيفة خلفت أضرارا جسيمة في البنى التحتية بمنطقة بيكوبول الأوكرانية. الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الروسي